أهل فاس وتحفه العناية الربانية في هذا اليوم المبارك السعيد الذي هو يوم للبهجة والسرور ويوم للتهنئة بنعمة الصيام ونعمة القيام والشكر الكريم المنان. فالعيد هو العودة إلى الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو النهج القويم الذي يسير عليه أمير المؤمنين نصره الله سبط الرسول الأمين في قيادة هذا البلد الأمين نحو مدارج الرقي والتقدم والازدهار ونشر قيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح، وهي القيم النبيلة السامية التي ضمنت للمملكة المغربية كافة شروط الاستقرار والأمن والأمان في كنف الدولة العلوية الشريفة. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما كبر المكبرون وسبحان الله ما سبح المسبحون والحمد لله حمدا يرضاه لذاته جعل الأعياد زينة الأيام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أيها المؤمنون بحمد الله صمنا وعلى رزقه أفطرنا عشنا شهر رمضان الذي بسط الله فيه لعباده الرحمات عاش فيه المؤمنون والمؤمنات أجمل أيامهم وأفضل لياليهم وأسعد أوقاتهم أشرقت على أفئدتهم وبصائرهم أنوار الهداية والإيمان وتقلدوا فيه وشاح العبودية الخالصة لله وانصهر المجتمع الإسلامي في وحدة إنسانية متراحمة متضامنة متعاونة على الخير في شهر رمضان تنوعت الطاعات وتعددت فيه الفضائل والخيرات فارتاحت الخواطر وصفت الأرواح قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك السيد محمد السادس أعزه الله يقود الصحوة الإيمانية العلمية والدينية بإشرافه الشخصي على الدروس الحسنية ويرأسها بنفسه تلكم الدروس التي فاح عطرها وذاع ذكرها
وحمدت سنتها لأنها تبرز الإشعاع الإسلامي المتجدد والعطاء الحضاري المتفتح. تعطرت الأجواء بالروح الإيمانية والسمات الربانية، ومولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يحيي ليلة القدر المباركة، تلك الليلة التي على قدرها وزاد على ألف شهر خيرها، حملت للمسلمين نور السماء وصفاء الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا يوم عيد الفطر هو ميقات لمنح الجوائز للصائمين. عن جابر الجعفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق ينادون المؤمنين قائلين: يا معشر المؤمنين اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يتيب عليه الجزيل، أمرتم بالصيام فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا صلاة العيد نادى مناد من قبل الله تعالى: ألا إن الله قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى دياركم. وزيادة في التكريم للصائمين يقام لهم حفل تشهده الملائكة، يقول الله تعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني جعلت ثوابهم لصيامهم رضايا ومغفرتي. ولذلك تسمي الملائكة هذا اليوم بيوم الجائزة. أمولايا، هذا اليوم يوم مبارك وعيد سعيد بالهنا يتهلل. أمولايا، أحياك الله لمثله، وعزك موفور وسعدك مقبل. فاللهم أسعد مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس بهذا العيد سعادة تجمع له حظوظ الدنيا والآخرة، واجعل كل مبادراته أعمال خير وبركة على العباد والبلاد، واجعل ما تلي من سلك القرآن في شهر رمضان حصناً حصيناً له ولأمته، وأدم له السداد والتوفيق والحفظ المكين والفتح المبين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وزين المرسلين الأخيار، وعلى آله وأصحابه. أيها المؤمنون، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، وليست هذه النفحات الربانية إلا تلك التي تهبط من الملأ الأعلى وتهب من عبير الجنة لتحرك الشوق إلى ملكوت الله، فينشط المؤمنون ويجتهدون في المسارعة إلى فعل الخيرات كالتكافل، التراحم، التعاطف، وإدخال السرور على الآخرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما أكثر عوائد الله على عباده، ومنها غفران الذنوب. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الرحمة المهداة كما أمركم الله تعالى حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة أجمعين.
واحفظ اللهم بعين الرعاية والتمكين الذاكرة لنعمتك، الناشئ في عبادتك، حامي حمى الملة والدين، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام والمسلمين، واشمله بعنايتك، وأيده بتوفيقك، وتوله بما توليت به عبادك الصالحين، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وكن له الولي والنصير، واجعل أيامه كلها أعيادا متواصلة موصولة بالعافية الدائمة، قرير العين بشعبه وأمته. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وأصلح به وعلى يديه، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة. اللهم أمطر سحائب الرحمة والرضوان على الملكين الراحلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، واجزهما عن أمتهما أحسن الجزاء، وأسكنهما فسيح جناتك مع جدهما المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، واجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيدكم مبارك سعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وفضائله، ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحا ولدا شيخ محبس وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان. اللهم انصر وبارك في عمره، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم وفقه للخير وعينه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا. الحمد لله رب العالمين. ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بحق الهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والكتاب العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد أهل فاس بمشور القصر الملكي بالرباط، ويتقبل أمير المؤمنين نصره الله التهاني بالمناسبة السعيدة من رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة ببلادنا، وهي المناسبة التي تتجدد فيها عبارات التهاني والتبريك بهذا العيد المبارك السعيد، والتذكير بما تحمله هذه المناسبة الدينية العظيمة من معاني التضامن الإسلامي والتراحم الإنساني، ومن دعوة متجددة للأمة الإسلامية للتمسك بمنهجية دينها السمح
عقيدة وسلوكا وتجسيد وسطيته المثلى، قيما وأخلاقا، والتحامها صفا واحدا على كلمة سواء، لنبذ كل الخلافات وتعميق روح الائتلاف والتعاون والإسهام الحضاري الخلاق. مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة توطيد العمل المشترك وبناء جسور الحوار والوئام والأمن والسلام بين الدول الإسلامية وبين سائر الحضارات والديانات والثقافات، وهي القيم والمبادئ التي جسدتها الزيارة الأخيرة لقداسة البابا فرانسيس إلى المغرب بدعوة كريمة من أمير المؤمنين نصره الله، شعارها السلام وتعزيز الحوار بين الديانات، لتكرس بذلك تفرد المملكة المغربية باعتبارها أرضاً للتعايش وأرضاً للتلاقي وأرضاً للتسامح والتفاعل بين المسلمين ومعتنقي باقي الديانات. لقاء تاريخي بمملكة التسامح والسلام، أثمر من بين ما أثمر نداء القدس الذي شكل حدثاً تاريخياً ووثيقة غير مسبوقة تدعو إلى صيانة المدينة المقدسة باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، حيث شدد النداء، نداء القدس، على ضرورة تكريس وضع المدينة المقدسة كأرض للقاء ورمز للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركز لقيم الاحترام المتبادل والحوار. هي جهود حثيثة يبذلها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس لصيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. مبادرات من بين مبادرات متعددة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعزيز السلم والأمن العالميين وتوطيد الاستقرار والعمل البناء لما فيه خير ومصلحة البشرية جمعاء. ويشكل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، والذي أصبحت سمعته تطبق الآفاق، نموذجاً للمبادرات الرائدة لأمير المؤمنين حفظه الله من أجل ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وقيم التسامح والسلام. ويعد هذا المعهد من المبادرات النيرة لجلالة الملك من أجل تحصين إفريقيا من كل أنواع التطرف ونشر مبادئ الإسلام الصحيح وتعزيز تمسكها بالثوابت المشتركة بما يخدم مسارات التنمية الحقة بإفريقيا ويثمن ثقافتها وهويتها الحضارية.